اهلا وسهلا بالغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي، مرحبا بكم عند كنزه فلوج. اليوم جيت بغيت ندير واحد الوصفه لوجهي، وقلت علاش لا اللي ما شاركهاش مع غزالاتي. وصفه اللي هي فعاله، وصفه اللي هي مغذيه للبشره، وكتعطي واحد النضاره واللمعان، وكتفتح البشره. وقلت نشاركها مع الغزالات ديالي، ما ندخلش عليكم بيها. اي وصفه البنات ما كتبغيش انها تجربوها مره ولا جوج، خاصكم المداومه. بغيتوا نتيجه على البشره ديالكم، خاصكم تداوموا الوصفات الطبيعيه للوجه، باش هكا تلقاو واحد النتيجه على البشره ديالكم. خليكم معايا البنات باش نوريكم المكونات. انا عندي المكونات اللي غادي نحتاجها في الماسك ديالي، مكونات البنات بساط ومتوفرين في جميع البيوت. زيت الزيتون، عسل النحل، ونص بنانه اولا غير ربع بنانه. كيف ما كتعرفوا ان الموز عنده فوائد كثيره، وكذلك زيت الزيتون والعسل. يعني هذه المكونات مكونات يعني رائعه طبيعيه ولها فوائد على البشره كثيره. بالنسبه لفوائد هذا الماسك، كيغذي وكيرطب البشره خلال فتره زمنيه قصيره، بالخصوص اذا كانت عندك البشره جافه، وكيجعل البشره صافيه ونقيه، وكيخلصها من الدهون الزائده، وكيخلصها ايضا من بثور وحب شباب، وكينقص لنا علامات تقدم في السن، وكذلك كينقص الاحمرار، وكيقشر لنا البشره، وكيعطيها نضاره ولمعان، وكيعطيها حيويه. اول حاجه غادي نهرس هذه البنانه هكا بفرشيطه، غادي نمعكها. غادي نضيف ليها شويه ديال العسل وشويه ديال زيت الزيتون. نضيف ليها شويه ديال زيت الزيتون، غير شويه باش ما يجينيش الماسك سايل بزاف. شويه ديال الزيتون يعني بحال غادي نقول معلقه صغيره كيف ما كتشوفوا. وناخذ معلقه اخرى ندير العسل، العسل كذلك غير شويه البنات. شوف غير هكا، غير هذا القياس البنات. ودابا غادي نحركو مزيان، حتى يتجانس ليا الخليط مع بعضياتو المكونات. كنصحكم انكم تجربوا هاد الماسك البنات، حيت كيعطي واحد النضارة ولمعان يعني البشرة بشكل يعني خطير خطير جدا. انا كنسميه البوتوكس الطبيعي فعلا، حيت كيشد البشرة وكيعطي واحد النضارة فعالة. ها هو الخليط عندي دابا كامل مكمول، ما بقى لي غير انني نابليكيه على وجهي. اول حاجة البنات هي كنغسل وجهي مزيان باش كنحط الماسك ديالي على بشرة تكون نقية. اول حاجه غادي نغسل وجهي. انا حاليا كنستخدم هذا، قبل كنت كنستخدم يعني على حسب كل مره شنو كندير، مره كندير سيتافيل، مره كنستخدم هذا الغسول الوجه هذا. المهم يوم غنستخدم انا هذا. الماسك خاصو يدار على بشرة نقية. ودابا البنات كناخد دابا البنات غادي نغسل وجهي بالماء بارد. انا ديما كنغسل وجهي البنات غير بالماء بارد، ما كنستعملش الماء دافي او لا الماء سخون. انا معاكم. دابا البنات غادي ننشف وجهي. الوجه ما كيبغيش انك تمسحي هكا، غير ترطبي هكا، غير
تنشفي بهذه الطريقه هذه. حنا غير كتقطبي، ما عمرك ديري هكا وهكا، لا. ودابا الغسالات ديالي من غسلت وجهي، يعني كنتاكد انا البشره ديالي دابا نقيه. دابا غادي ندير الماسك ديالي، كندير نستخدم انا غير ايديا، غادي نحطو هكا. البنان البنات عنده واحد الفوائد اللي صراحه فوائد غزالة، مغذي للبشرة بزاف كيف ما قلت لكم، كيعطي واحد اللمعان. بغينا غير طبقة رقيقة كنعرفش نشوف التليفون ديال الماسك، ضروري خاصني المرايا. إذا ما كانش مرايا ما كان بحال ما درت والو. حاولوا ما تكثروش زيت الزيتون بزاف باش ما يجيش الماسك سايل بزاف، غير هكا. كتخليوها البنات 20 دقيقة، 20 دقيقة، من بعد كتوصلوه باب المبارد كيف ما قلت لكم. وضروري ما تمسحوا الوجه ديالكم بالقطن فيه المورد. صافي البنات، انا دابا وزعت الماسك على وجهي كامل. يعني درت وجهي كامل، درت الماسك كيف ما كتشوفوا. كتحسي اصلا انت كديري هاد الماسك كتحسي بواحد الرطوبه. المهم البنات، فين ما ديري شي ماسك، اي ماسك كيف ما كان نوعو، ما تنسيش انك ديري، شوفي الحاجه باش كيوليو، ما تنسيش انك ديري الرقبه ديالك، حتى هي يوميا كتعرض لاشعه الشمس، حتى هي كتعاني كيف ما كيعاني الوجه. ضروري من الرقبه دايره الماسك لوجهك، ما تنسيش الرقبه ديالك حتى هي كتعرض لاشعه الشمس. ضروري بهذا الشكل البنات. صافي دابا البنات غادي نخلي الماسك ديالي لمده ديال 20 دقيقه، ومن بعد نوصلو بالمبارد ونرجع معاكم بالماسك ديالي. اول حاجه البنات، من بعد ما كنغسل الماسك ديالي كناخذ المورد كنرشو على وجهي. هاد الطريقة هادي البنات، وكناخد القطن. أنا تقدري القطن الضاير ديال اللي كنديماكي بيه وجهي، عندي غير القطن العادي. غادي نستخدمو كيف ما عارفين مع الحجر الصحي، أي حاجة عندنا نستخدموها، يعني نقضيو بداك الشي اللي كاين. يعني محضياش أنا هنا البارافارماسي، البارافارماسي خصني ننزل ليها لتحت. فغادي نقضي بهاد القطن اللي عندي. اوكي، دابا غادي ناخذ المورد رش شويه ثاني هنايا ونمسح به وجهي. المورد كيضيق المسام من بعد الماسك، يعني كيسطهم بطريقه. ابخي كندير الكريم المرطب اللي كنستخدم انا ديما. كتحسوا واحد الرطوبه، وكنحس بفدي بوجهي، يعني كتحس بواحد الانتعاش كيف ما كتشوفوا. ضروري من الرقبه كيف ما كنقول لكم. دابا مزيان البنات، من بعد كناخذ الكريم المرطب ديال الوجه. بغيت نقول لكم هذا الكريم راه زوين، انا كانت خرجته ليا الطبيبه ديالي الديرماتو اللي متبعه معاها على قبل الوجه ديالي. فاش كتكون البشره ديالي ناشفه
كنشوف انا البشره ديالي صافي ولات ناشفه وشاحبه، كنستخدم هذا الغسول، هذا الغسول سيتافيل، كنتمنى انه يكون كيبان لكم. وهذه لا كريم ديالو، هذا الغسول وهذه لا كريم ديالو. كنستخدموا البنات ملي كنشوف البشره ديالي ناشفه، كنشوف فيها واحد الاحمرار، انا مش غتجي حساسه بزاف، فكنستخدم هذا سيتافيل، راه زوينه البنات. وملي كنشوف وجهي مزيت وكنشوف وجهي بدا شويه كت الحبوب وهذا، كنستخدم هذا. هذا انا كنت خديته غير راسي، خديته من اسواق السلام، خديته غير يعني غير انا كيعجبني، حتى ديجا كنت كنستخدمه شحال هذه ايامات، شحال 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 ورجعت ليه. دابا غادي ندير الكريم ديالي المرطب، ضروري ما ترطبوا بشرتكم من وراء اي ماسك، ضروري ما ترطبي الوجه ديالك. انا ما كنساش الرقبه ديالي يعني العنق ديالي، ضروري ما كندير له الكريم باش ما كيف ما كتبغي ترطبي وجهك باش ما يوليش فيه التجاعيد وهذا، ضروري حتى من الرقبه. ملي كديري شي ماسك بوجهك كتحسي بواحد الراحة يعني الصراحة. لا هاد لاكخيم البنات كنستخدمها حتى ملي كنبغي ندير المكياج، كنستخدم هاكا كخيم إكغارطون، كنديرها من تحت هي اللولة، عاد كندير الفونديشن. هاد لاكخيم غزالة، أنا كانت خرجتها ليا الطبيبة ديالي هي والغسول، كنت كناخذ واحد لاكني اللي كانت كنت كناخذ واحد الفانيد اللي كان الحبوب خاصه بال، كنت كناخذ واحد الفانيد اللي هو خاص بالحبوب. وهكا البنات درت لاكريم ديالي، هكا انا ساليت، درت الماسك، درت كيف ما كتشوفوا، من بعد غسلتهم درت له الماور طبيعه الحال البنات، ومن بعد كديري لاكريم ديالك وهكا سالينا لا فيديو ديالنا. كتحسي بواحد الرطوبه هاد الماسك البنات، كنصحكم انكم جربوه، راه غزال ومفيد ومغذي البشره، كيرطبها وكينعمها وكيعطيها واحد النضاره. ضروري البنات ما تعكزوش على الوجه ديالكم، ديما ديروا الوصفات الطبيعيه، راه ما كاين ما احسن منها. ونتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، كنستحق انكم تجربوا هذا الماسك هذا. ورد ليا في التعليق، كنتمنى ان ينال اعجابكم ويكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وبالتوفيق للجميع يا ربي. خليتكم على خير، واللي باقي ما اشتركش ما ينساش انه يشارك عندي، بارطاجيو لاشين ديالي مع لي زامي ديالكم مع العائله باش تكبر لينا لاشين ديالنا وتكبر العائله ديالنا.